السلام عليكم. يعيش العالم تحت تأثير تغير مناخي لا يرحم، ويجتاح جفاف عددا كبيرا من دول العالم بسبب ارتفاع الحرارة والتبخر الذي يهدد أنهارا كبيرة في العالم. وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن أي دولة لن تكون محصنة من الجفاف. وهذا يقود إلى السؤال عن مستقبل مصادر المياه في الوطن العربي الذي يصنف جزء مهم منه ضمن المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، فضلاً عن إحصاءات تؤكد أن عشرات الملايين من سكان المنطقة العربية يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، ناهيك عن نحو 390 مليون إنسان، أي ما يقرب من 90% من مجمل سكان الوطن العربي يعيشون في بلدان تعاني من ندرة مائية، أي يقل فيها نصيب الفرد الواحد في السنة عن 1000 متر مكعب. في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع ظاهرة الجفاف العالمية وأثرها على المنطقة العربية، كما نبحث الخريطة المائية الراهنة في الوطن العربي وسبل مواجهة خطر شح المياه. التفاصيل بعد متابعة التقرير. تمثل أزمة المياه في العالم العربي تحدياً مهماً تواجهه العديد من الدول في المنطقة، إذ يعيش 390 مليون شخص في المنطقة يمثلون ما يقارب من 90% من عدد سكانها في بلدان تعاني من ندرة المياه، من بينهم نحو 50 مليون شخص يفتقدون إلى مياه الشرب بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وتزيد ظاهرة الجفاف في العالم من تعقيد أزمة المياه في المنطقة العربية، حيث يصف تقرير للهيئة الدولية لتغير المناخ المنطقة العربية بأنها الأكثر تأثراً في العالم بتغير المناخ، ما يزيد فترات الجفاف تكراراً وشدة، ويؤثر سلباً على توفر المياه للشرب والزراعة، بما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية تزيد من حدة التوترات والصراعات داخل تلك الدول أو بين كل دولة وجيرانها المشتركين معها في الموارد المائية. وعلى الرغم من أن 19 من بين 22 دولة عربية تقع في نطاق شح المياه بحسب تصريحات لمسؤولين في جامعة الدول العربية، إلا أن الجهود التي تتبناها حكومات المنطقة في هذا الصدد تبدو غير كافية في رأي بعض الباحثين الذين يحذرون من كارثة جفاف مقبلة، لا سيما في الدول ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعتمد بصورة أساسية على الأنهار كمصدر شبه وحيد للمياه، مثل سوريا والعراق والسودان ومصر وكذلك الصومال وغيرها. وبحسب الباحثين، فإن أزمة المياه في العالم العربي تحتاج إلى عمل عربي جماعي يرصد التحديات ويطرح الحلول العلمية في إطار من التعاون في ترشيد الاستهلاك واستثمار الموارد المائية المتاحة وتنويع الموارد المائية لسد الفجوة بين المتاح والاحتياج الفعلي، المحقق لخطط تنموية تجنب المنطقة مهددات الأمن القومي التي يمثلها خطر تفاقم الصراعات الناجمة عن الفقر المائي. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا عبر زوم من مدينة طنجة في المملكة المغربية الدكتور أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وعبر خدمة سكايب من العاصمة الماليزية كوالالمبور الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود في جامعة يونتين. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. نبدأ من طنجة دكتور، أو نبدأ من كوالالمبور. بنظرة عامة إلى واقع وخريطة المصادر، مصادر المياه العربية دكتور محمد، كيف تتجلى الصورة أمامك اليوم؟ أولا أهلا حضرتك. التقارير مؤخرا على مدار 10 سنين بتأكد صورة قاتمة بشأن توفير للجيل اللي موجود حاليا والأجيال القادمة، بسبب بسيط جدا، ان على الاقل حوالي 65% من مصادر المياه التي تصل الى الوطن العربي تاتي من خارج الوطن العربي، زي تركيا، زي اثيوبيا، زي ايران،
زي السنغال بالنسبة لبعض الدول غرب أفريقيا. فإحنا كدول عربية ال 22 دولة تقريبا ما بنتحكمش بأي دولة منبع، ما فيش فينا دولة منبع. ولذلك النهاردة نتيجة بعض المشاكل أو بعض التدخلات اللي بتحاول إنها الدولية التي بتحاول إنها تفكر العالم العربي بشكل دائم، دي تسببت في إشعال بعض المشاكل ما بين دول المنبع ودول المصب. شفت حضرتك في العراق دجلة والفرات خلال السنوات الماضية إيه اللي حصل فيها ومقدار الجفاف اللي حصل فيها نتيجة بناء تركيا للعديد من السدود، وإحنا في مصر عندنا مشكلة وجودية بسبب سد النهضة. فالنهاردة حتى الجيل اللي عايش النهاردة أصبح مهدد في توفير كمية مياه ليه. ولكن برضو عشان أكون يعني ما لومش الأمر كله على المصادر الخارجية، إحنا كدول عربية وخاصة الدول الزراعية زي مصر والسودان واليمن والعراق حتى عندنا برضو مشكلة في إن إحنا بنزرع بنفس التقنية اللي ورثناها من أيام الفراعنة. يعني إحنا في مصر بنزرع القمح النهاردة في القرن 21 بنفس الميكانيكية اللي كان أجدادنا الفراعنة بيزرعوا بيها، مع العلم إن دولة زي إسرائيل المجاورة ليها بتطلع من المتر المكعب من المياه بتستخدمه في إنتاج محاصيل تعادل 4 مرات اللي احنا بننتجه. يعني لو افترضنا ان المتر المكعب من المية بيطلع كيلو قمح في مصر، هم بيستخدموا المتر المكعب ده في انتاج 4 كيلو. فاحنا متخلفين تكنولوجيا من حيث الزراعة، والزراعة بشكل عام في الدول مصر والسودان والعراق وخاصة شمال العراق فوق بتستهلك على الأقل فوق 85% من المياه المتوفرة للدولة. لذلك إن لم يكن في إصلاح جذري لمنظومة الري في الدول العربية وتخفيض المياه الري، هيبقى في مشكلة كبيرة. هذا الإصلاح سنخصص الجزء الأخير من هذه الحلقة للحديث عنه، ولكن قبل ذلك دكتور أحمد في طنجة، ما طبيعة المشكلة المالية في الوطن العربي؟ وهل يحصل الإنسان العربي أو الإنسان الذي يسكن في المنطقة العربية على قدر كاف من المياه الصالحة للاستعمال؟ هو حسب ما جاء في تقريركم الوطن العربي الآن دخل مرحلة ما يعرف بالإجهاد المائي، ولكن حقيقة أننا دخلنا إلى مرحلة الإجهاد المائي الشديد أو المرتفع، لأنه الآن يعني حصة الفرد العربي من المياه لا تتجاوز 700 مليمتر عفوا متر مكعب سنويا للفرد، وهو بعيد كل البعد الآن، وهذا يعني في ازدياد في تناقص. فعندنا الإجهاد المائي الكبير مقابل كما أشار إلى ذلك زميلي الدكتور محمد من ماليزيا، هناك هدر مائي كبير ليس فقط في قطاع الزراعة اللي 84% من المياه اللي تذهب في الوطن العربي إلى الزراعة، بل تصل في المغرب مثلا إلى 87%. هناك هدر كبير ليس فقط في تقنية الري، وليس فقط في بسبب يعني استعمال يعني نباتات يعني مستهلكة كثيرا للمياه، وإنما كذلك بفعل في بعض الدول نجد ما يسمى بتدهور البنيات أو التجهيزات. لكن دكتور أحمد الزراعية. تتحدث نعم. عن قضية هدر الموارد المائية في الوطن العربي، نعم. هل هذا الهدر نعم. نابع من 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 نقص في البنية التشريعية المتعلقة بترشيد استهلاك المياه، أم نقص في أم بسبب بدائية وسائل استعمال المياه؟ هو الوطن العربي ليس واحد كما تعلمون، يعني هناك خصوصية كل بلد، هناك تشريعات في كل بلد، هناك مؤسسات يعني تدير المسألة المائية في كل دولة تختلف عن دولة أخرى. ولكن يمكن أن نقول بأن يعني الطامة يعني المشكلة المائية تعاني منها كل الدول، سواء الدول العربية الزراعية أو غير الزراعية، الدول التي لها مصادر مياه خارجية
وهي أساسا دول خمسة: العراق وسوريا والسودان ومصر وموريتانيا، وحتى الدول التي لها مصادر محلية مثل دول الخليج التي تعتمد على المياه الجوفية، أو شمال إفريقيا خصوصا منطقة المغرب العربي باستثناء موريتانيا التي تعتمد على المياه السطحية وكذلك الجوفية بنسبة قليلة. المهم هو أنه مع الزيادة الديموغرافية، مع نسبة النمو الاقتصادي وارتفاع يعني المعدلات التنمية، مع ارتفاع مستوى العيش عند الساكنة العربية الآن، ارتفاع نسبة التمدن مقابل يعني الساكنة القروية، كل هذا أدى إلى ضغط كبير وارتفاع يعني الطلب على المياه، في مقابل كما جاء في تقريركم وفي مقدمتكم هناك تغيرات مناخية بالجمع وليس بالفرد. أنا دائما أفضل استعمال التغيرات المناخية بالجمع ولا بالفرد، لأنه لا ندري كم من تغير نعم سيعرفه العالم وليس تغيرا نعم واحدا. وفي المقابل هناك هدر كبير جدا. أنا أعطيتكم مثال فقط نعم في القطاع الزراعي، إذا أردنا تفصيل أكثر أعطيكم مثال في المغرب اللي هو نموذجي في الجانب الفلاحي، سواء الجانب الإيجابي ولا في الجانب السلبي كذلك، فهو نموذجي نعم في الجانب السلبي أيضا. ربما الجانب الإيجابي متعلق ب الكيفية التي ينبغي أن تتعامل بها الدول العربية مع هذه القضية، وهذا الحديث سيكون مخصصا بالجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن لو أذنت لي أن أنتقل مرة أخرى إلى كوالالمبور دكتور محمد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر من جانب، ومن جانب آخر زيادة معدلات النمو السكاني في المنطقة العربية، كما تعلم أن المنطقة العربية ذات معدلات تخصيب عالية جداً مقارنة ببقية أنحاء العالم، كيف تتعامل الحكومات العربية مع قضية نقص المياه من جهة والنمو السكاني من جهة أخرى؟ أتحدث عن واقع تعاملها الآن وليس عن ما ينبغي أن تفعله الذي سنتحدث عنه في آخر الحلقة. يعني أنا ما عنديش دراية بكل العالم العربي، ولكن حد يعني المثل اللي أنا حضربه دلوقتي بالدولة المصرية ينطبق على معظم الدول العربية، يعني هو نفس الباتن. يعني أنت عندك الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية بتصرف مليارات علشان تعمل معالجة لمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، مليارات في البنية التحتية للمعامل دي وفي التشغيل بتاع المعامل دي، وفي الآخر بتطلع حوالي 2 مليار متر مكعب في السنة من هذه المعامل اللي تسمى محطات المعالجة. بينما شبكة المياه المية النظيفة بتاعت الشرب بيتم إهدار فيها سنويا ليس أقل من 3.5 مليار متر مكعب. طب أنت أيهما كان أولى، أنك أنت تعالجي 2 مليار وتصرفي مليارات عليها، ولا أن أنت تصرفي حوالي 20% من المبالغ اللي انت صرفتيها في انشاء محطات المعالجه في اصلاح البنيه وشبكه المياه اللي بيهدر فيها على الاقل حوالي 3.5 مليار متر مكعب من المياه النيل المحلاه اللي هي تم معالجتها في محطات المعالجه بتاعه المياه عشان توفرها للشرب. فهنا في سوء تصرف وسوء استخدام. فلذلك يعني النموذج الاهدار اللي حاصل هنا في محطات شبكات المياه في مصر هتلاقيه موجود في معظم الدول العربيه باستثناء دول الخليج، لان عندهم قدره اكتر على الحفاظ على المياه، لان تكلفه المياه هناك اغلى بكتير من الدول في مصر يعني. ولكن مصر افقر، يعني هي في اشد الحاجه لكل قطره مياه، بدل ما بتهدرها في شبكه المياه كان المفروض انها تصرف عليه. بشكل عام عشان اكون صادق معاك، لو الدول العربيه اجمعين ادخرت من مصاريف ميزانيه الدفاع اللي بتصرفها بلا اي فائده حوالي 30% من المصاريف اللي بتصرف على الدفاع وجهت لإصلاح البنية التحتية للمياه من حيث الشبكة، من حيث تكنولوجيا المياه زي ما إسرائيل بتعمل، من حيث توفير مياه الري في الزراعة،
ما اعتقدش ان هيكون الوضع بالسوء اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. طيب. ولكن للاسف الشديد ما عندهمش الاولويه دي. طيب دكتور احمد، انت تصنف المملكه المغربيه دكتور احمد في طنجه وانت في المغرب انها من ضمن الدول التي تلجا الى المياه الجوفيه لسد احتياجاتها من المياه بدلا من المياه السطحيه. سؤالي هو هل ينسحب هذا التصرف وهذا الفعل على كل دول المغرب العربي، وما أثر ذلك على الأمن المائي لهذه الدول؟ لا، هو ليس صحيح في هذا، العكس، ليبيا تعتمد اعتماد كبير على المياه الجوفية. أنا أنقل لك تقارير الأمم المتحدة تصنف المغرب بأنها تلجأ إلى المياه الجوفية. نعم، تلجأ إلى المياه الجوفية ولكن بمقدار تقريبا 4 مليار متر مكعب، أما المياه السطحية فيتم تعبئة 16 مليار متر مكعب. يعني المياه السطحية هي الأساس، وكلها يعني ترد من منابع داخل المغرب وليس خارج المغرب. يعني تقريبا كل دول المغرب العربي لها مصادر مياه تأتي من الداخل باستثناء موريتانيا التي تأتي من نهر السنغال ونهر مشترك مع دولة السنغال. فنعم الآن وقع يعني نضوب نسبي في بعض يعني المناطق فيما يتعلق بالفرشة المائية، يعني نزل مستوى الفرشة المائية في كثير من المناطق، ولكن بعض المناطق هي مهددة أكثر من غيرها، خصوصا المناطق الشبه جافة التي ليس فيها يعني الموارد سطحية بكثرة مثل منطقة سوس التي تعرف يعني ازدهار كبير للقطاع الزراعي، تقريبا أكثر من 30% من الخضروات التي تصدر إلى الخارج وتزويد السوق الداخلية تأتي من هذه المنطقة، منطقة سوس، يعني منطقة أكادير ويعني نواحيها. فعلا هناك استنزاف للفرشة المائية في المغرب، والآن هناك مطالب لوقف هذا الهدر الكبير للفرشة المائية، بحيث أنه للأسف الشديد القطاع الزراعي هو موجه للتصدير أكثر من السوق الداخلية، وبسبب يعني الآن سنة رابعة من الجفاف التي تعرفها البلاد، الآن أسعار المواد الغذائية الزراعية مرتفعة جدا، يعني الخضروات والفواكه مرتفعة جدا بمقارنة مع السنوات السابقة. المغرب نهج سياسة السدود، نهج سياسة يعني التنمية الزراعية بشكل كبير جدا، حقق يعني نجاحات كبيرة، ولكن للأسف كانت في اتجاه التصدير، بحيث ارتفعت الصادرات الفلاحية المغربية إلى قرابة 9 مليارات دولار، يعني تنافس المصادر الأولى للناتج الداخلي الخام في المغرب مثل صناعة السيارات 10 مليارات دولار، مثل الفوسفات 11 مليار دولار، مثل تحويلات المهاجرين في الخارج 8 إلى 9 إلى آخره. فالآن يعني كان رقم قياسي هذه السنة، السنة الماضية 2022 بالصادرات الزراعية، ولكن كل الناس الآن تطالب بتوقيف هذا التوجه، هذا الاستراتيجي وهذه السياسة الفلاحية، لأننا الذي نفعله في الواقع هو أن نصدر المياه إلى الخارج على شكل فواكه التي تستهلك مياه كثيرة، مثل مثلا فاكهة الأفوكادو التي تستهلك كل كيلوغرام من الأفوكادو يستهلك 1000 لتر من المياه. الآن وصلت الصادرات المغربية من هذه الفاكهة إلى 45,000 طن، بمعنى 45 مليون متر مكعب، يعني حجم السد متوسط. فالآن المجتمع المدني وال يعني الغيورين على الموارد الطبيعية والمناضلين في الجانب البيئة والتنمية المستدامة طالبون الدولة أن تتراجع عن هذه السياسة. نعم، حققت أهداف في توفير العملة الصعبة خلال الصادرات الفلاحية، ولكن بالمقابل يعني نضطر للاستيراد، ونحن الدولة المغرب هو ثالث دولة، للأسف ثلاث دول الأولى في العالم مستوردة للقمح هي عربية، مصر ثم الجزائر ثم المغرب، يعني نصدر المياه ثم نستورد يعني العناصر الأساسية في التغذية في العالم العربي خصوصا القمح. صورة غير وردية رسمها ضيفانا لمصادر المياه في الوطن العربي للأسف، تتناسب زمانا
مع ظاهرة جفاف تضرب العالم. نريد أن نبحث بعد الفاصل تأثير ظاهرة الجفاف التي تجتاح العالم على الأمن المائي للدول العربية بعد قليل. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حياكم الله. هذه عودة للحديث عن مستقبل مصادر المياه العربية في ظل موجة جفاف تضرب العالم. سريعا أذهب إلى كوالالمبور. دكتور محمد، الحديث اليوم عن جفاف يضرب العالم بأسره، ومسؤولو الأمم المتحدة يقولون بأنه لن تكون هناك دولة معصومة من هذه الإصابة، الإصابة من الجفاف، وتقول بأن كل دول العالم تقريبا ستتأثر. ما مظاهر هذا التأثير عالميا الجفاف لو تحدثنا؟ أولا بشكل عام معروف أن المنطقة العربية إما جافة أو شبه جافة نتيجة ارتفاع حرارة كوكب الأرض ككل بحوالي 1.1 درجة مئوية، وفي ازدياد يعني كل 5 سنين بيزداد حوالي 1.1. كويس، بالرغم ان القيمه تعتبر قيمه بسيطه جدا، ولكن دي لها تاثير خطير جدا على التغيرات المناخيه. واللي يبدو ان يعني هو، خد بالك، هو في مناطق في الصيف بتتعرض لجفاف شديد، وفي مناطق بتتعرض في الشتاء لبرد شديد، يعني اصبح في حديه في المناخ. مناطق ما كانتش بتتعرض لبرد جامد، لا، اصبحت تتعرض لبرد قارس زي ما بيحصل في تركيا، في شمال تركيا واوروبا. بينما المناطق اللي هي كانت تتعرض لجفاف يتحمله الانسان، لا، بدات تتعرض لجفاف قارس. يعني زي ما شفنا في مكه من قيمه كام يوم، النخل بيشتعل والنار بتاكله فقط بسبب ارتفاع الحراره. فالنهارده التغيرات المناخيه اصبح فيها حديه بشكل كبير، وده طبعا ممكن هيأثر بالتأكيد على الدول العربية كما هو هيأثر على كامل العالم العربي. فالدول اللي كانت شبه جافة هتدخل في نطاق دول الجافة. ولكن هنا خليني أضيف نقطة صغيرة. تضيف لو أذنت لي دكتور محمد، يعني أريد أن أفهم منك مظاهر هذا التأثير عالميا قبل أن نأتي إلى الدول العربية. يعني عندما يتحدث مسؤول الأمم المتحدة ويدقون ناقوس الخطر بأن يعني جل سكان العالم سيتأثرون بالجفاف، ما مظاهر هذا التأثر؟ ما الذي سنراه مستقبلا؟ يعني احنا شفنا السنة الماضية سنة 22 في ألمانيا وفرنسا ظهور ما يسمى صخور العطش، لما الأنهار في ألمانيا هبطت بشكل كبير جدا بسبب الجفاف، وبدأت تظهر صخور في القاع لم تظهر منذ 500 عام، وكان محفور عليها بأن لو ظهرت هذه الظهور فتأكدوا أن أنتوا داخلين في حقبة عطش. فالعالم كله، عندك كاليفورنيا على سبيل المثال بتتعرض لجفاف كتير جدا وتسبب لنقص كبير جدا في المياه، بتضطرها أنها تشتري مياه من الولايات الأخرى. عندك دولة زي جنوب السودان، جنوب أفريقيا، اللي معظم السدود بتاعتها وصلت يعني لأدنى من التخزين الميت.
عندك نموذج لبحيرة تشان اللي كانت من أكبر البحيرات وأصبحت النهاردة تقريبا شبه جافة. عندك في بعض البحار اللي هي ما بين إيران وأفغانستان اللي تسبب حالة الجفاف بأنها تجف تماما وتسبب بعض المشاكل السياسية ما بين الدول. إحنا بشكل عام كدول عربية ما عندناش أنهار داخلية كتير، ولكن الدول اللي هي لديها أنهار داخلية لا دي بتتعرض للجفاف وبتأثر في يعني نهاية حياة لدول أو لمجتمعات كبيرة زي ما حصل في تشاد. بالنسبة للعالم العربي زي ما قلت لحضرتك هيبقى محتاجين أكتر لمية، بدل ما كنا بنعمل مية تحلية تقدر فرضا ب 30 مليون متر مكعب في اليوم في الأجواء المناخية العالية نتيجة الجفاف، ربما نرتفع بنسبة 20-30%. ده بالنسبة للجفاف الطبيعي، إنما في جفاف تاني اللي هو الجفاف الصناعي اللي بتسببه الدول المنبع زي تركيا وزي أثيوبيا لدول المصب زي العراق وزي مصر، ودي قصة تانية. طيب دكتور أحمد، في ظل الجفاف الآن هل كل الدول، طبعا دكتور أحمد في طنجة، هل كل الدول العربية على مسافة واحدة من التأثر بالجفاف، وما حدة ودرجة هذا التأثير؟ هو حسب علماء المناخ والتقارير الأخيرة لهيئة العلماء المناخ الدولية تقول بأن اتجاه العام في العالم هو اتجاه نحو الجفاف، والمؤشرات بدأت. مؤشر كما ذكر دكتور محمد السنة الماضية عرفت الجفاف لأول مرة بعد 500 عام، جفت مياه أنهار، وهذا ما أدى إلى توقف الملاحة النهرية. وفي العالم العربي يعني ليست كل الدول لها ملاحة نهرية باستثناء مصر والسودان فيما أعتقد، ما باقي الدول ليست لها أنهار بهذا الحجم حتى تكون لها يعني ملاحة نهرية. لا ندري ما هي الخسائر التي يمكن أن تكون في المستقبل لا قدر الله إذا نزل مستوى المياه إلى مستوى قياسي. مسألة أخرى هي أنه بالإضافة أن الاحترار سيؤدي إلى جفاف طويل لا ندري كم السنوات، هناك عدم الانتظام، تساقطات المطرية، معنى أنه الأمطار التي كانت تسقط بوفرة في فصل الشتاء ونسبيا أقل في فصلي الخريف والربيع لا الآن لا نعرف، يعني التساقطات يعني لا تعرف انتظاما، وبالتالي الزراعة البورية التي لا تعتمد على السقي كانت تعتمد على سقوط المطر في أوقاته، في وقت الحار، في وقت يعني في الفصل يعني الشتاء، ثم في فصل الخريف الربيع عفوا، ثم ياتي الحصاد في الصيف. فبالاضافه يعني المظهر الثالث للتغيرات المناخيه، وهو كما ذكر الدكتور محمد، هو ما يسمى بالحالات الظواهر الحاده، يعني امطار طوفانيه مثل ما راينا مؤخرا في مكه المكرمه، يعني امطار طوفانيه تسقط في غير وقتها، أو جفاف شديد كما يعرف الآن المغرب. الآن أعطيكم رقم، في المغرب ثلث، أقل من ثلث الطاقة الاستيعابية للسدود المغربية التي تجاوز 150 سد كبير، بإضافة يعني عشرات يعني سدود صغيرة، فقط وجود فقط ثلث. بل بعض مناطق مثلا في شمال المغرب، كان مدينة طنجة كادت أن تعاني من العطش لولا أنه تم الآن تجربة جديدة في المغرب، وهي نقل المياه من أودية إلى أودية، من منطقة إلى منطقة، أو نسميه في الاصطلاح العلمي من حوض مائي إلى حوض مائي. فهذا التوجه، هذا لا يعني أنه هذا التوجه نقول يعني حتمي، لأنه النظرية التغيرات المناخية تطرح سيناريو آخر، أنه ستكون هناك تساقطات بحكم أنه كان ارتفاع درجة الحرارة، هناك احترار الأرض، يعني أنه سيكون تبخر أكبر للمحيطات والبحار، يعني تبخر كبير، يعني تساقطات ستزداد. مع أنه العالم مقبل على المجهول لا ندري، ولكن المؤشرات الحالية يتذهب في اتجاه يعني الجفاف
طويل لا قدر الله. طيب هنا أسأل الدكتور محمد، طالما أننا نتحدث عن التغير المناخي والاحترار الأرض وظاهرة الجفاف، برأيك كمراقب ما النقطة التي يمكن القول إن مع تحققها دخل الوطن العربي في حالة خطر حقيقي بشأن أمنه الغذائي؟ الأمر يختلف، لأن أنت عندك دول زي دول الخليج اللي هي بتزرع ولكن مش في الخليج، بتزرع في أراضي زي أوكرانيا، زي رومانيا، زي الأرجنتين، زي أثيوبيا، زي السودان، زي مصر، ليهم مزارع هناك. فدول يعني تقريبا في أمان إلى يوم الدين، لأن لو حصل جفاف في أثيوبيا على فرض المثال، على سبيل المثال، عندهم المزارع في رومانيا تغطي. بينما الدول العربية الفقيرة زي مصر أو ليبيا أو تونس أو الجزائر أو حتى المغرب برضو، دول الأمن الغذائي عندهم أكثر تهديدا من دول الخليج. لذلك يعني ما نقدرش إن احنا ناخد العالم العربي كله كباكج واحد، ولكن لازم نقسم. فأعتقد يعني اللي بتقولي إيه هو الحد الأدنى، الحد الأدنى دول الخليج العربي الست، إذا ما استثنينا دول الخليج العربي الست فنستطيع أن نتحدث عن اليمن وقطاع المغرب العربي وبلاد الشام وحوض النيل، دول حوض النيل، يعني هذه الكتلة الكبيرة، هل قريبا يمكن أن نرى أنها دخلت في تحدي حقيقي بشأن أمنها الغذائي؟ هي الآن حاليا في أمن خطير. يعني لما الأردن متوسط حصة الماء للمواطن تقل عن 200 متر مكعب، طب 200 متر مكعب هيكفوه يشرب، هيكفوه يزرع، هيكفوه يصنع؟ لا، فهو بيضطر ان يستورد كميات كبيره مما يسمى البصمه المائيه. فالواضح ان الدول العربيه حتى مصر حتى السودان كلهم بيتجهم لزياده استيرادهم مما يسمى المياه الافتراضيه من دول اخرى. لذلك اعتقد ان الناس هتحس بالجوع لما على المستوى الاقتصادي لا يمكن انها تساند فاتوره الاستيراد، هنا هتبدا المشكله. طيب دكتور احمد، بحسب هذه المتوالية التي نشاهدها من ارتفاع درجه الحراره، زياده عمليه التبخر، الجفاف، عندما نتحدث عن المياه دكتور احمد نتحدث عن الاستقرار، عن الازدهار، عن الامن الغذائي، بحسب تطور الاحداث الى اي مدى تعتقد ان الماء يمكن ان تشكل سببا للصراع للاحتراب في المرحله المقبله؟ لان الجواب عن هذا السؤال يكشف لنا عن متواليه تطور الامور بشان الامن المائي. هو فعلا كما ذهبتم، ولكن فقط اضيف معلومه، وهي انه المنطقه العربيه الان لا تؤمن سوى 24% من احتياجاتها من الغذاء. وتستورد نحو 65% من احتياجاتنا القمح، لأن أغلب الساكنة العربية هي ساكنة خبزية وليست أرزية، يعني تستهلك الخبز أكثر إذا جاز التعبير، خصوصا دول المغرب العربي ومصر وبلاد الشام. العالم الآن كما كان يتوقع يعني خبراء السياسة والعلاقات الدولية منذ عقود أنه العالم سينتقل إلى مرحلة حروب المياه، وفعلا بدأنا نرى بعض المناوشات، بعض الخلافات. جاء في نشط الأخبار قبل قليل يعني مشاكل بدأت تقع ما بين إيران والعراق، الشط العرب لأول مرة تقريبا شبه جاف لمدة أطول بسبب أنه توقفت إمداداته التي كانت من 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 إيران. نفس الشيء، يعني هذا التحدي أو التهديد يعني موجود بالنسبة للعراق ككل وال يعني وسوريا ومصر والسودان، يعني أقصد موريتانيا، أقصد الدول التي يعني مصادر مياهها من الخارج، وهي دول المصب في الغالب. يعني مشاكل سياسية لا قدر الله ستكون مشاكل اقتصادية واجتماعية، ثم لا قدر الله يمكن أن تكون يعني حروب يعني طاحنة. بالإضافة إلى هذا، هناك ما يسمى بالهجرة المناخية، وهذا بدأنا نعيشه الآن. يعني شمال إفريقيا خصوصا تونس، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، تعرف هجرات كبيرة من دول الساحل الإفريقية
يعني مئات الآلاف من المهاجرين يعني يقطنون الآن في مدن المغاربية في انتظار فرصة الهجرة غير الشرعية أو السرية إلى الجنة الموعودة إلى أوروبا. وسبب الذي أدى إلى هجرتهم هو تغيرات مناخية، إما أنهم رعاة لم تعمد لهم مراعي، أو أنهم مزارعين جفت مصادر المياه إلى آخره. فتغيرات مناخية ستؤدي إلى ما يسمى بهجرة مناخية، وفي أفق 2050 خبراء يعني يقدرون تقريبا 200 مليون مهاجر مناخي في العالم، أغلبهم سيكون من إفريقيا، وسيستوطن نسبة منهم في شمال إفريقيا على أمل الهجرة إلى جنة الموعودة. وتجنبا لهذا المصير، مصير الاحتراب ومصير المجاعة أو الخطر الذي يتهدد الأمن الغذائي للوطن العربي، ما السبل الكفيلة بمعالجة خطر شح المياه في الدول العربية، خصوصا أن هناك مراقبين يقولون بأن الدول العربية تمتلك فرصا واعدة في مواجهة نقص المياه وشح المياه؟ هذا ما نبحثه في المقطع الأخير بعد قليل. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم دكتور محمد. قبل الحديث عن سبل مواجهة شح المياه وتحدي هذه الأخطار التي تلوح في الأفق، ثمة نقطة تأسيسية وهي متعلقة بالوعي. إلى أي مدى الحكومات العربية تمتلك الوعي الكافي والعميق بحجم المشكلة المقبلة؟ يعني هم يعلمون، القيادات يعلمون، ولكنهم بيبدوا أو بيبذلوا مجهود كبير جدا في إخفاء الحقائق على المواطن العادي. هم يعلمون وعندهم خبراء بيبلغوهم، والدليل على ذلك يعني بعض التسريبات اللي بتخرج من الغرف المغلقة عما يحدث في مفاوضات سد النهضة والكلام ده. ولكن خليني أقول لك يعني بصدق، مهما كانت التحديات المائية، المفروض أن المواطن في الوطن العربي من الخليج للمحيط أنه لا يعاني من مشكلة شرب المية، يعني لازم يكون في مية قادر متوفرة للشرب. المشكلة قد تكون في موضوع الزراعة. لو إحنا قدرنا نستثمر بعض من الأموال اللي بتصرف في مجالات المواطن مش محتاجها أصلاً، زي المصاريف اللي بتتصرف كتير على الجيوش العربية وهذه والأمن، وبدأنا إن إحنا نخطط لاستثمارات مدنية لحق الدول العربية. على سبيل المثال، ليه ما نستثمرش في السودان اللي متوفر فيها كل سبل النجاح في المجال الزراعي، ونعمل لها محطات قطارات، ونعمل قطارات توصلها ما بيننا وبين مصر وما بين هذا لم يعد ربما هذا لم يعد ممكنا في ظل ظروف السودان الحالية. ما هو المشكلة بقى هنا مشكلة القيادات. ليه المشكلة اللي يعني زي ما أقولك يعني المشكلة في العالم العربي، في المنتاليتي بتاعت العالم العربي، هو
الحكم يس الحكم ان هو يحكمه باي شكل حتى لو تخرب البلاد، ولكن لما يحصل تغيير حقيقي في المنتاليتي بتاع العرب بان احنا ممكن نعيش مع بعض حتى لو احنا مختلفين ايديولوجيا او دينيا او عنصريا، لا احنا ممكن نعيش ونعيش وانا افوز وانت تفوز وين وين سيتويشن. انما المنتاليتي بتاعه العرب ان انا انتصر وانت تخسر تماما اموتك يعني. فهي دي القصه اللي بتسببها المعاناه لكل الشعوب العربيه. ولكن لو تحولنا لنظريه ان انا اكسب وانت تكسب ومكسبك هو مكسبي زي ما بيحصل في دول اسيا على سبيل المثال، لا احنا هيبقى في مشكله ولكن مش بالحديه اللي تعرض المواطن العربي لخطر الموت او الجفاف. فلو احنا وجهنا بعض من الاستثمارات العسكرية التي تصرف بلا أي معنى في جميع الدول العربية إلى مجال أبحاث المياه وأبحاث الزراعية، وإن إحنا نبدأ نطور نفسنا ونعمل صناعات على المواد الزراعية وما نصدرش، نتوجه للداخل أكتر ونستفيد من التكامل الاقتصادي مع دول زي دولة السودان أو موريتانيا، أعتقد حيبقى في مشكلة ولكن مش بالحدية التي تجعلنا نعيش يعني في جفاف أو فيما يسمى يعني ندرة مائية تقصد. يس نعم. يعني تحدثت عن موضوع الذهنية أو المنتاليتي كما سميتها باللغة الإنجليزية، وهي الذهنية المشكلة الذهنية عند القيادات العربية. دعني أبني على ما قلت، أسأل الدكتور أحمد في طنجة، دعني هنا أقتبس لك دكتور أحمد. جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأمين العام للشؤون الإنسانية الأمم المتحدة طبعا جويس مسويا، في تغريدة لها على حسابها على تويتر سابقا إكس الآن، قالت بأنه ما من بلد محصن من الجفاف، ولكننا جميعا يمكننا الاستعداد لمواجهة خطر الجفاف بشكل فعال. كيف يمكن أن يكون هذا الاستعداد فعالا في مواجهة الجفاف دكتور؟ هو يعني ننتقل من اللغة التي كانت متشائمة بعض الشيء في توصيف الواقع، وواقف حقيقة الواقع لا يرتفع، ولكن يعني ندخل بعض التفاؤل علينا جميعا أنه هناك خيارات يمكن أن تنقذ البلاد العربية من الأزمة المائية الخطيرة، يعني من الفقر المائي أو الشح الكبير للمياه. هو كما تفضل دكتور محمد يعني الأزمة المائية لن تكون أبدا في مياه الشرب، يعني في النهاية يعني مياه الشرب لا يعني تحتاج فقط 3-4% من الموارد الحالية لتوفير مياه الشرب، أو أقصى شيء 16% بالنسبة للصناعة والسياحة والمنازل آخره. لكن الإشكال الكبير هو الهدر الكبير في القطاع الزراعي. طيب نعم هناك في الصناعة الآخرة. لذلك الآن في نظري، وهذا هو معاكس التوجه القائم الآن في كل الدول العربية، كل الدول العربية الآن تعمل وتستثمر للزيادة في الموارد المائية، من رفع من الموارد المائية من خلال التخزين، من خلال تحلية مياه البحر، من خلال مجموعة من الإجراءات. أظن أنه لا زال هناك بيدنا كرأس مال، يعني الموارد التقليدية أقصد للمياه، سواء المياه السطحية أو المياه الجوفية، ينبغي أن نحافظ عليها من خلال ترشيد الاستهلاك. ما تنعطيني أمثلة حتى لا أتهم بأنني أتحدث في النظري. في المغرب القطاع الزراعي يستهلك 87% من الموارد المائية، لكن هذه 87% 40% منها عبارة عن تسربات تذهب، لا تذهب للري بسبب تقادم تجهيزات الهيدروزراعية، السواقي والقنوات إلى آخره والتبخر إلى آخره. ثانيا، لحد الآن الأراضي المسقية هي 1,600,000 هكتار فقط من أصل 10 ملايين هكتار هي الأراضي الزراعية، الغالبيه هي زراعه بوريه. هذا فقط وصلنا الى نصف المساحه تقريبا هي التي تسقى بتقنيه السقي الموضعي، يعني بالتقطير والتنقيط، يعني الذي يمكن
أن يوفر لنا في النهاية إذا تم سقي جميع المناطق لاستعمال تقنيات السقي الموضعي في جميع الأراضي الزراعية المغربية، سنوفر 4 مليارات متر مكعب. إذا لو أصلحنا شبكات الهيدروزراعية وقمنا بتعميم السقي الموضعي واستعمال النباتات غير المستهلكة للمياه، و يعني أدخلنا تقنيات حديثة في البحث الزراعي، سنوفر ما لا يقل عن 7.5 مليار متر مكعب، يعني تقريبا نصف الموارد المائية المخزنة الآن في السدود يمكن توفيرها. هذا من جهة. الآن الإقبال الكبير على زيادة في الموارد المائية يؤدي إلى صرف ميزانيات كبيرة. الآن نعم. العالم العربي إلى حدود 2025 ينبغي طيب. أن يصرف أكثر من 200 مليار. طيب معذرة دكتور أحمد، حتى لا يدرك أن الوقت كان ينبغي أن أذهب لدكتور محمد وأعود لأختم معك، لكن أنا أريد أن أبقى معك، لكن من فضلك باختصار شديد، طرحت حلولا قد تبدو للمتابع أنها عملية وناجعة، ما الذي يعوق الحكومة المغربية عن الإتيان بمثل هذه الحلول باختصار؟ السبب واضح، وهو توفير العملة الصعبة، لأن ميزان الأداءات هو في عجز كبير، يعني نحن نستورد بالعملة الصعبة لا نستورد بالعملة الوطنية كما تعلم، فبالتالي نحتاج إلى صادرات حتى نجلب العملة الصعبة. يعني أنا قلت قبل قليل رقم كبير جدا، الآن رقم قياسي، ووصلنا إلى 9 ملايير دولار من الصادرات الزراعية، وهذا رقم كبير جدا لم يكن في السابق، يعني ينافس الآن هذا المورد يعني الصادرات من الفوسفات أو الصادرات من قطاع السيارات للمغرب. نعم. الآن متقدم في هذا الجانب. نعم. طيب. الآن زيادة في الموارد المائية سيرفع من استهلاك الطاقة، وهذا شيء خطير. نعم. لأنه الإقبال على استهلاك الرفع من استهلاك الطاقة سيؤدي كذلك بنتيجة عكسية على الإنتاج الهيدروجين مثلا أو الطاقة الشمسية التي ستستهلك المياه. فإذا لاحظتم هناك معادلة صعبة. طيب. كيف نحافظ على المياه لأجل إنتاج الطاقات المتجددة التي نريد أن تكون دخلا إضافيا ومستقبل العالم رهين بطاقتنا وطاقات أخرى. طيب. عطفا على ما ذكرته دكتور أحمد، دعني أسأل الدكتور محمد في كوالالمبور، عطفا على ما قاله الدكتور أحمد، تحلية مياه البحار، حصاد مياه الأمطار، حصاد المياه من الهواء، التنقيط أو الري بالتنقيط وغيرها من الوسائل المشابهة، برأيك في ظل المعطيات الراهنة هل يمكن أن تحل مشكلة الخطر من شح المياه في المنطقة العربية، أم ثمة وسائل ابتكارية بحاجة لها العرب في المرحلة المقبلة؟ زي ما اتفقت مع الدكتور أحمد بأن المفروض ما فيش مشكلة في مياه الشرب، المشكلة تكمن تماما في مياه الري للزراعة. فلو احنا يعني بدأنا نعمل مشاريع زراعية مبنية على تكنولوجيا حديثة وما يكونش فيها إهدار كبير للأموال، أعتقد بما لدينا من مياه حتى بعد موجة الجفاف اللي بتحصل دي، أعتقد الوطن العربي عنده القدرة أنه يوفر مياه من مصادر طبيعية أو من غالبا من مصادر طبيعية أو محطات معالجة للعبور من المحنة القادمة بسبب الجفاف. فلذلك يعني الموضوع كله أن توجيه أولويات الحكومات إلى صرف أكثر من الاستثمارات في مجالات زراعية مستقبلية ممكن تفيد الأجيال القادمة، ولكن مش بمصاريف غالية جدا ومبالغ فيها زي ما بيحصل في مصر في مشروع الدلتا الجديدة أو مشروع توشكا وكل المشاريع الكاذبة دي اللي هي بيتصرف عليها مبالغ باهظة جدا وهي قيمتها أقل بكتير من هذا. فلو قل الفساد في الدول العربية بنسبة 50% ممكن جدا إن احنا نوفر بيئة زراعية كافية توفر إنتاج زراعي لكافة العالم العربي، وأن لا ندخل في منطقة المجاعات. لا، إحنا قادرين لو تم توجيه الاستثمارات بشكل جيد، وخاصة الاستفادة من أراضي السودان.
كما هي العادة كل مشاكل الوطن العربي تصب في بحيرة السياسة عندما تحدث الدكتور محمد من كوالالمبور على موضوع الفساد. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين من طنجة في المملكة المغربية الدكتور أحمد الطلحي الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، ومن العاصمة الماليزية كوالالمبور كان معنا الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود في جامعة يونتين. شكرا لكم على كرم المتابعة في حراسة الله.